تعالى أن يعيد ذكرى خروج وطلوع وسطوع نجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى المسلمين بخير ما يعيدها على عباده الصالحين. رحم الله حسان بن ثابت إذ قال يوما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا الإنسان الذي جعله الله تعالى رحمة للعالمين، والذي خاطبه في كثير من آي الذكر الحكيم، ما جاء إلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فنقول: يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي قال الله عنك يحدث أنبياءه ورسله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من هذا العظيم الذي أخذ الله الميثاق على كل أنبيائه أنه إذا سطع نوره وبزغ فجره أن يتركوا كل شيء فيتبعوه؟ وسيد خلق الله محمد الذي جاء رحمة للبشرية بل للمخلوقات جميعا. من هو؟ هو أعظم الناس عند الله تعالى. هو الذي قال عن نفسه كما أخرج الترمذي: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا الذي يحشر الناس تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. وأخرج الطبراني أيضا من عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة أهدانيها الله تعالى للخلق جميعا. ماذا نقول في هذا اليوم الطيب مما يحرك قلوبنا للاتباع والاتساء والاقتداء بهذه الطلعة النبوية الطيبة العظيمة المباركة التي شرفت الكائنات بتشريف الله تعالى لهذا المخلوق العظيم؟ ماذا نقول وقد خاطبه الله تعالى فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ماذا نقول بعد قول الله تعالى له ولنا جميعا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي المؤمنون، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ألا يكفي أن يستغفروا الله؟ الآية تجيب أنه لا يكفي، قالت: فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فلولا أن استغفار الرسول هو أعظم الاستغفار عند الله لما طلبه الله من خلقه. فما أعظم هذا الكريم عند ربه، وما أشرف هذا الرحيم عند ربه، وما أعلى منزلة هذا المعظم عند ربه. هذا الذي خاطبه ربه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا كان العظيم عظيما فقد يكون من حوله ليسوا كمثله، ولكن الله جعل من حوله مختارين كما اختاره واصطفاه. إن الله اختارني واختار لي أصحابي. ما أعظم هذا الإنسان الكريم الذي يصطفيه الله ويصطفي له أصحابه ويختار له أصحابه ويختار له من حوله ليجعلهم صفوة الخلق من بعده إلى يوم القيامة.
كم مكانته عند الله جلا وعظما. ألم يخاطبه ربه سبحانه وتعالى فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ هو أولى بنا من أنفسنا، فكيف تطيب نفس مؤمنا منا ألا يحبه، ألا يتبعه، ألا يجعله قدوته وأسوته؟ وقد جعله الله أولى بنا من أنفسنا، من منا يكره ذاته؟ كلنا يسعى لمصلحة نفسه، فهناك بشر مثلك أحرى وأجدر بأن يكون حريصا على منفعتك منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله تعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنس خلقتكم، لم يكن ملاكا من الملائكة، من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. العنت والإثم، يتألم رسول الله إن أثمنا، ويحزن إن عصينا، لأنه يريدنا أن ندخل معه الجنة لا أن نحترق بعذاب النار. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، على منفعتكم، على مصلحتكم، على خيركم، على قربكم من ربكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ألم يقل الله تعالى له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأي فضل أعظم من أن لا يذكر الله إلا ويذكر اسم نبيه معه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبحان الله. ألم يقل الله له أن يخبرنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ يسألونك أنت لأنك أعلم خلقي بي، لأنك أعلم خلق الله بالله. ألم يقل الله تعالى له: من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ فجعل طاعة سيدنا محمد طاعة له سبحانه وتعالى. كم كرامته عند ربه عظيمة. ألم يقل الله له: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ جعل وجوده رحمة للكفار وليس للمؤمنين. لمن الخطاب؟ لأهل مكة في وقتها الذين كفروا بالله وأشركوا به وطلبوا أن يعذبهم الله، فأنزل الله طمأنينة للبشرية في عصره: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. سبحان الله. فإن انتقل إلى جوار ربه أرفعت تلك الرحمة الربانية؟ قال: لا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ألم يقل الله تعالى له: إلا تنصروه، يا أيها الناس، في كل عصر وزمان. والخطاب في الأصل لمن كان معه من المؤمنين ومن غيرهم، وكل إنسان إلى يوم القيامة إن لم ينصر شريعته ودينه فقد أجاب الله تعالى فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله من فوق سبع سماوات. إلا تنصروه فقد نصره الله. ألم يقل الله له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ أي منة ربانية على عباده كمثل هذه المنة؟ ألم يقل الله له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ ما تركك وما تخلى عنك وما يتركك أبدا؟ ما ودعك ربك وما قلى؟ وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه حتى أرضاه في دنياه وفي أخراه. ألم يقل الله له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هذا المقام الذي يحمله عليه الأولون والآخرون يوم يسجد تحت العرش يوم القيامة، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك.
من من البشر نال تلك المنزلة؟ أفلا يحق لنا كمسلمين أن نفخر ونرفع هاماتنا على العالمين ببعثة سيد الأنبياء وبأن نكون من أتباعه؟ أفلا نردد مع القاضي عياض رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ألم يقل الله تعالى له: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ألم يقل الله تعالى له: ولقد آتيناك أنت كل هذه الخطابات بكاف الخطاب له إعلاء لقدره وإجلالا لعظمته وتكريما لمنزلته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هي الفاتحة والقرآن العظيم. ألم يقل الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كفى بذلك فضلا وفخرا، كفى بذلك فضلا وفخرا. أفتطيب أنفسنا أن نتبع شرقا وغربا ونترك اتباع من جاء رحمة لنا، من جاء هداية لنا، من جاء رفعا لقدرنا وقيمتنا؟ كيف لا وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قول الله تعالى عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رحمة جدنا وسيدنا إبراهيم بنا أن قال: رب إنهن الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فهذا مني فإنه مني، ومن عصاني عذبه. لا، هو شفوق رحيم، هو أبو الأنبياء، ومن عصاني فإنك رؤوف رحيم. وتلا رسول الله قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم، يخاطب ربه سبحانه وتعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي أنت الحكيم بشأنهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم لما تلا هاتين الآيتين عن هذين النبيين رفع يديه ثم قال: اللهم أمتي أمتي أمتي. فأرسل الله تعالى جبريل فقال: يا جبريل، سل محمدا ما يبكيه وربك أعلم. هكذا في نص الحديث، يسأله رفعا لقدره لا لأن الله لا يعلم بشأنه. سل محمدا ما يبكيه، فجاءه جبريل فقال: يا نبي الله، ما يبكيك؟ فقال، فأخبره رسول الله وذكر له قول الله عن إبراهيم وقول الله عن عيسى وما طلبوه من ربهم، ثم قال: اللهم أمتي أمتي أمتي. فعاد جبريل إليه فقال، فقال الله لجبريل: قل له، أي لرسول الله: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. بالله عليك، ألا تتحرك لواعج المحبة في قلبك لهذا الإنسان الذي أحبك قبل أن تحبه، وحرص عليك قبل أن تحرص على منفعة نفسك، ورغب أن ترافقه في جنة الله قبل أن تعرف ذلك أنت وقبل أن تخلق وتوجد؟ ألا تتحرك في أنفسنا مشاعر الود والتكريم والتعظيم والاحترام والتبجيل والتقدير وأتم المحبة لإنسان ما بادرك إلا بالمحبة؟ إن كنا كذلك يا أيها الأحبة، قد تحركت أرواحنا اشتياقا له صلى الله عليه وسلم، فلنبادر إلى اتباعه، فهو سبيل النجاة، فهو سبيل القرب من الله، فهو سبيل الوصول إلى مرضات الله. قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك في يوم ذكرى ولادة نبيك المصطفى أن تجعل لنا أتم الحظ من رحمته المهداة، تجعلنا متبعين مقتدين مقتسين بهديه الشريف، ترزقنا في الدنيا اتباعه ومحبته وفي الآخرة شفاعته ومرافقته. نسألك اللهم ربنا أن تفرج كروبنا إكراما لنبيك الذي ابتعثته رحمة للعالمين. يا أرحم الراحمين نلجأ إليك في هذا اليوم الطيب المبارك أن ترفع الضراء والبأساء والبلواء والأذى والشر عنا وعن المسلمين حيث كانوا. يا رب العرش العظيم، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، اكشف ما حل بنا عاجلا غير آجل، وارزقنا ربنا اتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.